أهلا بكم من جديد. قال وزير المواصلات والاتصالات سعادة المهندس كمال بن أحمد إن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل حاليا على طرح ترددات جديدة لشركات الاتصالات من شأنها جذب تكنولوجيا جديدة واستثمارات إضافية في هذا القطاع. وجاءت تصريحات الوزير على هامش رعايته لمؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ميت آي سي تي ومعرض البحرين الدولي لتكنولوجيا بايتكس الذي احتضنته المنامة بمشاركة المئات من قادة وخبراء قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين والمنطقة. وأضاف وزير المواصلات والاتصالات إن البحرين تتطلع لاستقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية لرفع درجة منافسة المملكة مع الدول الأخرى. قطاع تقنية المعلومات والاتصالات قطاع مهم في حد ذاته في خلق فرص عمل وأيضا ناتج له دور في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن أيضا مهم لنمو القطاعات الاقتصادية الأخرى. لا يمكن أن تنمو القطاعات الاقتصادية من غير الباك بون اللي هو الاي سي تي. اليوم الكل يتكلم عن ديجيتال ايكونومي، عن دول أو اقتصاد مبني على المعرفة، وإحنا البحرين الحمد لله الحكومة خلال السنوات الماضية أوجدت بنية تحتية متطورة للاتصالات وأيضا بيئة استثمارية تستقطب الشركات، ودليل على ذلك أن أكبر الشركات العالمية اليوم تستثمر في البحرين وتستخدم من سوق البحرين للانطلاق للأسواق المجاورة. بدأت رحلة شركة هواوي في البحرين منذ العام 2004، وخلال 14 عاما من التطوير لدينا الآن نحو 500 موظف هنا من ذوي الكفاءة والموهبة في البحرين. نحن في شركة هواوي واثقون للغاية من الحلول التكنولوجية الموجودة في المملكة التي تمكنها من تقديم الخدمات التكنولوجية، وخاصة في ظل توقع المزيد من التطور في هذا القطاع في المستقبل القريب. إن البحرين تهيئ نفسها رويداً لكي تستقبل رأس المال الأجنبي المباشر فيما يتعلق بقطاع تقنية المعلومات. لا شك أن إذا تستعرضين العرضين من شركات كبيرة مثل باتلكو فيفا الى شركات صغيره يعني اللي يسمونها ستارت اب اللي تبحث عن يعني مجال جديد لاعمالها. يعتبر مشروع خط الصهر السادس للتوسعه من شركه البا للالمنيوم اكبر مشاريع التطوير التوسعيه في المنطقه، ومن المتوقع ان يبدا الانتاج في مطلع شهر يناير عام 2019، ما يرفع اجمالي الطاقه الانتاجيه للشركه الى 1.5 مليون طن متري سنويا. وستدعم شركة ألمنيوم البحرين ألبا من خلال هذا المشروع الرؤية المستقبلية بتحقيق التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، خاصة وأن قطاع الألمنيوم يساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا وتمثل الكوادر الوطنية المدربة ما نسبته 85% من قوة العاملة في الشركة. يذكر أن نسبة التقدم في المراحل الإنشائية التي تمت حتى الآن في مصهر الخط السادس بلغت أكثر من 44%. رست على المقاولين والهندسة تقريبا في 80% اكتملت، وطبعا عندنا حاليا حوالي 5000 عامل في الموقع، وتعدينا 7 ملايين ساعة بدون أي حادث يذكر. وعندنا السنة هذه سنة مهمة، لأن هاي فيها سنة نخلص المشروع ونبتدي الإنتاج في 1 جانيوري 2019. مشروع حوالي 3 مليار دولار، تم ضمان هذا المبلغ في عام 2017، حيث تم إغلاق أكبر قرض بنكي في تاريخ مملكة البحرين بمبلغ ما يعادل 1.5 مليار دولار. تم الإغلاق الصادرات البنكية نفس المشروع بحوالي 1 مليار دولار. بهذا تم إغلاق جميع التمويل البنكي للمشروع، وإن شاء الله على عام 2019 بداية 1 جانيوري 2019. استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين في قاعة المجلس ببيت التجار لقاءات ثنائية مع وفد تجاري تايلاندي، ويضم وفد مملكة تايلاند ممثلين عن كبرى الشركات التايلاندية المتخصصة في عدد من الأنشطة التجارية، من بينها خدمات التسويق الرقمي وتجارة الخردة المعدنية والمواد الغذائية والفواكه والأطعمة. وقد دعت الغرفة جميع التجار وأصحاب الأعمال والمهتمين للتعرف على فرص ومجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يعزز حجم التبادل التجاري الذي يتجاوز 93 مليون دينار. هناك علاقات بين البحرين وتايلاند قديمة على أعلى المستويات، وفي كان تعاون مستمر بين البحرين وبين تايلاند من جانب الحكومة والجانب القطاع الخاص
وأيضا الغرفة كان لها دور كبير جدا. كان في عندنا هو مجلس رجال الأعمال المشترك البحريني التايلندي، ومن خلال هاي المجلس كان في هناك عدة لقاءات لتقوية العلاقات بين البلدين. يكمن الهدف الرئيسي من زيارتنا لمملكة البحرين في توقيع مذكرة تفاهم مهمة مع مجلس التنمية الاقتصادية سيتم بموجبها تقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، بما يخدم نقل العلاقات الثنائية بين المنامة وبانكوك إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون بمختلف المجالات التجارية والصناعية والسياحية. أعلنت شركة مزاد بالتعاون مع العربية لمزادات عن طرح 30 رقما للفئة الجديدة من الأرقام المميزة للوحات السيارات الخاصة المزايدة الإلكترونية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى 22 من فبراير الجاري. وتم طرح الأرقام المميزة من خلال الموقع الإلكتروني للعربية المزاد الظاهر على الشاشة أو التطبيق الخاص عبر الهواتف النقالة. وسيكون الحد الأدنى لبدء المزايدات 100 دينار، وتشترط آلية المشاركة فيها تسجيل عبر الموقع الإلكتروني للعربية المزادات أو تطبيقها الخاص. نتوقف الآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نستكمل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع. نبدأ مع بورصة البحرين التي أقفلت في المنطقة الحمراء بانخفاض نسبته 0.20% عند مستوى 1339 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 5,068,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,528,000 دينار تم تنفيذها من خلال 99 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 55% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. ننتقل الآن إلى إغلاقات الأسواق الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع كبير بنسبة 1.22% عند مستوى 7510 نقاط، مدعوما بارتفاع أغلب مؤشرات البورصة السعودية. نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بانخفاض بنسبة 0.19% عند مستوى 6764 نقطة، حيث شهد قطاع الصناعة أكبر التراجعات في تداولات اليوم. ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي شهد أيضا تراجعا بنسبة 0.25% عند مستوى 4577 نقطة، وجاء على رأس الانخفاض مؤشر قطاع العقارات. فيما سجل سوق دبي المالي تراجعا بنسبة 0.17% عند مستوى 3330 نقطة بسبب نزول كبير لمؤشر قطاع الاستثمار وأيضا الخدمات المالية. في حين سجل سوق مسقط الأوراق المالية ارتفاعا أيضا في تداولات اليوم بنسبة 0.21% مغلقا عند مستوى 5016 نقطة، مدعوما بتقدم غالبية مؤشرات البورصة العمانية. في خبر آخر، قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن بنوكا روسية وصندوقا سياديا روسيا صينيا مشتركا مهتمان بالطرح العام الأولي لأرامكو وللاستثمار في أسهمها. وتوقع صندوق الروسي أن يتم الاتفاق مع أرامكو للاستثمار في شركة أوراسيا دريلينج لخدمات حقول النفط في المدى القريب، مرجحا إتمام أولى صفقات الصندوق الروسي المشترك مع شركة أرامكو والبلغ حجمه مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتبني حاليا شركة سيبور أكبر منتج روسي للبتروكيماويات منشأة بتروكيماويات في المملكة بقيمة تصل إلى 1.1 مليار دولار.
هذا وتتنافس بورصة لندن للأوراق المالية وغيرها من بورصات المدن الرئيسية في العالم على عمليات الإدراج الدولية المتوقعة لنحو 5% من عملاق النفط السعودي أرامكو. وفي هذا السياق قالت أدينا فريدمان الرئيسة التنفيذية لبورصة ناسداك خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي أنه بالنظر إلى حجم الشركة وحجم السيولة التي تأتي إلى السوق فإنها تدعم الإدراج المزدوج بالبورصة. وقالت إن الوصول إلى المعلومات يضمن لجميع المستثمرين قدرة عادلة ومتساوية على فهم استثماراتهم. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. شركة أوبر تتكبد خسائر تصل إلى 4.5 مليار دولار خلال العام الماضي. وقع نائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية خالد الكندري ومدير الإدارة القانونية لوزارة الاتصالات العراقية عماد الشمري اتفاقية بشأن مشروع الممر الإقليمي للاتصالات. وقال الكندري على هامش مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق إن المشروع يتمثل بربط الكوابل الدولية البحرية بين منطقتي الشرق والغرب مرورا بالخليج العربي وانطلاقا من الكويت ثم العراق وإلى تركيا. وأضاف الكندري أن المشروع سيطور البنى التحتية للكويت ويضعها مقرا عالميا في مجال الاتصالات إضافة إلى توفير كثير من فرص العمل والاستثمار للشركات العالمية. نتكلم عن تعاون بين دولتين جارتين ونتكلم عن تعاون في مجال اليوم مجال مهم جدا هو مجال التكنولوجيا وهو الطفرة الحقيقية للعالم كله. هذا المشروع بطبيعة الحال راح يولد مشاريع أخرى، راح يفتح آفاق أخرى كما ذكرت لي زميلي تو من قبل شوي، راح يفتح تعاون كبير حتى في الاتفاقات الأخرى اللي تحصل مع الشركات الكبيرة وخلافها، راح يكون تعاون مثمر ومستمر ويكون يعني غاية إن شاء الله إلى تحقيق رابطة اقتصادية سياسية تستقر مع مرور الزمن. حركة الانترنت بالسعات الكبيرة اللي في الإقليم عندنا غاية وهدف أنه تعبر من خلال هذا الممر مرورا بالعراق مرورا بالكويت، راح يصير الداتا سنتر في الكويت ويمر للعراق مرورا إلى عبورا إلى تركيا وصولا إلى أوروبا والارتباط بدول العالم. هكذا يعني طبيعة المشروع ببساطة. أنهت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي بعد بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة خففت من القلق حيال قفزة في معدل التضخم. يأتي ذلك فيما سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا مع عدم وضوح الرؤية حيال اتجاه الأسهم الأمريكية في الفترة المقبلة، الأمر الذي دعم أسهم المصارف مثل جي بي مورغان تشيز وجولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا. نلقي نظرة سريعة الآن على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تكبدت شركة سيارات الأجرة الخاصة عبر الهواتف الذكية أوبر خسائر قيمتها 4.5 مليار دولار في حين بلغ إجمالي إيراداتها 7.4 مليار دولار. وبحسب موقع The Information المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن خسائر الشركة خلال العام الماضي زادت بشدة عن العام السابق حيث بلغت 2.8 مليار دولار. وكانت الشركة قد قلصت خسائرها خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.1 مليار دولار. واضطر الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي الشركة ترافيس كالانيك إلى الاستقالة في يونيو الماضي في ظل غضب المساهمين في الشركة من مسلسل الفضائح الذي تعرض له. وفي الختام نذكركم بأبرز العناوين. وزير المواصلات يؤكد العمل على طرح ترددات جديدة لشركات الاتصالات لجذب استثمارات إضافية لهذا القطاع. إنجاز حوالي 45% من خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين والذي سيرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة.
صندوق سيادي روسي يبني تجمع مستثمرين ويبدي اهتماما بالطرح الأولي لعملاق النفط السعودي أرامكو. والكويت والعراق يوقعان اتفاقية مشروع الممر الإقليمي للاتصالات لربط الكابلات البحرية الدولية بين الشرق والغرب. وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية، قدمناها لكم من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نذكركم بالتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني bizernews@info.gov.bh. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.